حاجة تيلا. الإخوان السلام عليكم ورحمة الله. اليوم تنستعملوا هذا المقر تاع لورد أبي باش الفقيه الساحي يلقي واحد الدواء، لأنني سمعت في هذه الأيامات الأخيرة نادوا بعض المسلمين المنافقين يقولون لا تترحموا على المسيح، هذا نفاق، هذا نفاق، هذو بيخرجوا الدين ديالهم بوحدهم. أما حنا المسلمين الغير المنافقين تنترحموا على أي واحد لأن القلب ديالنا صافي ماشي حاقد. والسيدة قتلها عسكري إسرائيلي في وقت العمل ديالها، ما دير والو، ونادو قالوا ما يترحموش عليها. علاش لا؟ علاش ما ترحمش عليها؟ ها وانت تنوض ترحم على واحد بحالك، تتعرفوا بانه شفار، تتعرفوا بانه قوات، تتعرفوا بانه زاني، تتعرفوا بانه غارق كريدي، تتعرفوا بانه واكل عباد الله في رزقه، تمشي ترحموا عليه نهار يموت، تمشي ترحموا عليه. النفاق علاش؟ على تبسيط الكسكسو. اسيدي حنا غنترحموا، واليوم غادي نترحموا على ديك الصحفيه، وغادي نترحموا على داك الامير ديال هذاك الرئيس ديال الامارات، ونترحموا على هذاك الحارس اللي كان الحارس ديال الحسن الثاني في هذاك اسمه واحد من الحراس، يقول عزيز المجلي، قال لي واحد فين تعرفوا تعرفوه، لانه جمع السلطان محمد الحسن الثاني. ها هي التصويره في كلاري جوز، ها هي باش تشوفوا التصويره ديالو، راه هي ها هو شتيه. رانا فين انا مع هادو لي ستاجير، كان لي ستاجير في لوطيل جايين من المغرب يعملوا ستاج، وحرقوا راه واقيلا حاربوا في القبل. وها هو هاداك السيد اللي ما شتيه، قال لي كيفاش تعرف؟ تعرف هاي انا التصويره اللي شتيها. فهمتي انا؟ ايوا نترحموا عليهم اليوم، نترحموا عليهم كلهم، وغادي نديروا واحد الدقيقه ديال ما نديروا والو، صافي يا ما خدامين ما ردامين، نترحموا على عباد الله. علاش لا؟ هذوك الفريق الصحفي كتعمل الشغل ديالها، غير حنا عندنا في المغرب ما تيقتلوهمش في القرطاس، يخشيهم الحبس ويموتوا. في المغرب، في المغرب الصحفيين تديهم الحبس، تديهم الحبس يخليهم. علاش؟ لانه قال كلمه. وشكون اللي هذا اللي حرش عليهم؟ هذوك اللي في الامارات، هذيك هيسبريس، هذوك تيستعملوا الجاسوسيين في قصص وزيد على وزيد على في الامارات. ولكن الملبح مات الملك ديالهم، ماشي الملك، شنو تقول الخليفه مات، ولكن خصنا نترحموا عليه. هو علاش لا؟ حنا ماشي سوقنا يكون مسلم ولا ماشي مسلم، منافق غير منافق، لا، اللي تسمى ميت. وهذا الدري هذا بقي مات صغير، بقي نشوف عاوتاني نشوف، ما بقيتش نشوف بزاف ملي كان تي 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 الله مسكين مات. هادو ملي كانوا المديوري، وكان العديلي، وكان زيد وزيد وزيد، كانوا يجوا مع الملك هنايا الحسن الثاني. انتوما ترحموا عليهم. فلهذا نحن دقيقه ديال لا دقيقه في الثلاثه، راك واحد 20 دقيقه. حنا ماشي شنو هي نه ثانيه ماشي تونيه، لا ترجع ثانيه يا سيدي. وقفوا يا سيدي.
غدا وبعد غدا غادي نوضوا لعباد الله. قال لي ما حشمتي ما راعيتي لبسه مغربيه وتتنادى وتجبد اسم الله. اسم اذكروا اسم الله في اي مكان دي اذكر سبحان الله سبحانه وتعالى اسمي في مش مكان. كان لي مسكين الشغل ديالو هو هنايا، كل الشغل ديالو تيصلح عباد الله ديك التماره، كل الشغل ديالو باك في الكوميسيه تيزور المحاضر، ولا بالك في الدرك الملكي تياخذ الرشوه وتغرق في عباد الله بحالك السيد ديال الحاج سوان دي كل واحد. ولكن في اخر المطاف عندك الحق تقول اسم الله. واليوم انا جيت هنايا هنايا لهذا المقر ديال اللورد ابي مع استشاره مع ديالو ديال اليمنى ديالو ديال اليمنى ديالو المغربي، وجبنا الاخر اسمه هذاك المغربي اللي ناعس جبناهم شهدوا قالوا لي بان لك الحق باش تلقي كلمه وترحم على الموتى. واللي نسيناه الله يقتلو باش نرحموا عليه ما عليناش. فلهذا ما غادي نطولش معكم لانني انايا جيت هنايا عطوني واحد 10 دقائق هنا في هذا المكان المكرم المشرف اللي ان هذا المكان هادو المسلمين غير المنافقين المغاربه عندي هذا ما حد يجيو هنا تيستراحوا ويذكروا اسم الله وتوليو حنان تولي حنان تيدوروا مع مول الزريعه مع مول الحماص مع مول التقاشر مع مول الريحه مع ذوك الطلاب اللي هي ولدها ومع لانهم هنايا تشوف الكرام تشوف الكرام في وجههم. هادو الناس اللي تيستعملوا بحال هاد الاماكن تيكونوا شنو يحنوا كيفاش تيكونوا تيحنوا على بعضياتهم تيحنوا على لانهم ماشي منافقين. قلنا لك هنايا هادو الناس هادو نشكرهم من المنبر ديالهم ماشي من المنبر ديالنا من هاد المنبر نشكرهم على هاد المساعده اللي قدموا ليا وعطوني المحل ديالهم نلقي هاد الكلمه ديال الترحم. ايوا هذا هو اللي غادي نقول. والله يرحم كل شيء مسكين ما صغير صاحبي ولدي هو دابا تخلع الناس يقول لي ترحم على هذا ترحم على هذا واش مرة غادي نغلط ونبدا نترحم على راسي صاحبي حتى انا مت فهمتي كيفاش قادير ما فهمتيش ولا ما فهمتيش ما نقولش انا ما جيتش هنايا باش نخسر الهضره اللي نجي نلقي كلمه في حق هادو لان هادوك الاماراتيين تيعاونوا المغرب تيشراو العاقه كله واخا ماشي ديالهم تيشروه احنا ماشي سوقنا دخلوا الفلوس صافي كيما هنا في بريطانيا مارش البورتفوليو ديال الاماراتيز مارش شي 50 بليون باوند شاري العاقه كلشي تملك القهوه اللي يجمعوا فيها المغاربه ولا سبول مربلة حتى هي يشراوها ويريبو كلشي يريبو كلشي راه بنوها في المغرب ما تيريبو ما تيبني والو تتسناو شحال تلقى حق الفلوس مشات فلهذا الله يمشيهم جهنم الله يديهم الجهنم. فلهذا كان معكم الفقيه الساحي وباقي ساحي ودابا غنغلو ودعكم وسمحوا لي الى اللي بغى يكتب ولا بغى يعلق يعلق ولا يعلق راسه حتى هي باش يعلق راسه يجي ترحموا حتى هو كذلك. فلهذا انا عملت هادي باش نعطي واحد النقطة واحد تو باس المسج تو لو بان عندكم الحق تقولوا اسم الله في اي مكان. علاش حنا دابا في عكاشة كاع المجرمين ملي يدخلوا السجن تيوليو يعبدوا وتيصلوا وتربوا اللحية وتيوليو يتكلموا على الهر لانهم منافقين. اما حنا لا حنا دائما هي وهنا 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 تنقولوا اسم الله. هو هادشي اللي غنقول لكم وكنت معكم انايا من لهنايا ولا من الكجية. مع السلامة مطلوبش عليكم خوتي وراكم مغاربة الاخوان الجزائريين هما كذلك تعلم نفس المشكل ديال النفاق. تنشوف واحد البرنامج قال لهم بان الجزائر اعترفت بامريكا في 1741 مين قمش حتى المقاريش ما عنديش الجغرافيه باش نتحدى عليهم. مين قلت قلنا هذاك صاحب اللور ابي ذاك المروكي دخل الماكينه ديالو وخرجها قال لك ايام يقلب قال لي خلي السيمانه الجايه نقلب عليهم ثاني ما باني نلقاهم شي ما عارفين. كنت معكم انايا الله يطول عمركم والله يكثر خيركم وتهلاو في رؤوسكم
واليوم عواشر مباركة، واخا نهار الحد حنا ما عندناش، حنا عندنا أي نهار عواشر، الحد الاثنين ثلاثة خميس الأربعاء هذا غير خص الخميس يكون ضيف، والجمعة مسخ، تشاو.